أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الدرس الرابع. إذا تحدثنا عن القسم بالشمس، واليوم نتحدث عن القسم بضحاها. قلنا إن اليوم عند العلماء يبدأ بالفجر، وعند بعض العلماء يبدأ بطلوع الشمس. والحقيقة أن الفجر لا يدخل في الليل، وإنما هو بإذن الله بداية النهار. هي ما كانش ديك الشمس، ولكن هو بداية النهار، فلا تعتبر صلاة الفجر والصبح. ولماذا سميت الصبح؟ لا تعتبر أبدا من صلوات الليل. ولذلك فإن النهار كما قسمه العلماء فهنالك الفجر، والفجر فيه الفجر الكاذب والفجر الصادق، ثم بعد ذلك الصبح، والصبح فيه الصبح الحقيقي والصبح الغير حقيقي، الصبح المزور والصبح الحقيقي، ثم هنالك بعد ذلك الشروق، ثم هنالك اسمه الضحى، ثم هنالك الهاجرة، ثم هنالك اسمه الظهيرة، ثم هنالك كتسمها بعد الزوال، ثم هنالك العصر، ثم هنالك الأصيل، ثم هنالك الغروب. فالله تعالى حينما يقسم وضحاها يشير الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل إلى هذه المنازل في اليوم. هي أوقات تتميز في اليوم بشيء يختلف عن الآخر. راك تشوف الفجر واسمه هو ما كانش الشمس، الصباح قريب الشمس، الشروق خروج الشمس، الضحى والضحى هو الطويل من خروج الشمس نص ساعة، وهي ضحى 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 حتى الواحد ربع ساعة قبل الظهر. هي أطول وقت في النهار اللي هو الضحى، لذلك قسم الله تعالى بها. ثم بعد ذلك واسمه كاين بعدها الهاجرة. الهاجرة هي حينما تشتد الحرارة إلى الدرجة الذي يغيب فيه ظل الإنسان، يقول الظل ديالو يعني الشمس فوق راسك نيشان مباشرة. الهاجرة ثم يبدأ الزوال فيدخل الظهيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، يكون يعني مش على مؤخرة الظهر. إلا كنت تصلي بوحدك، إلا كنت في الجامعة، فسرع إلى تلبية نداء ربك لكي تحل على ربك ضيفا. ثم بعد ذلك من بعد ذلك الظهر واسمه غادي يكون العصر، وبعد العصر واسمه يكون الأصيل، وبعد الأصيل واسمه يكون أيوة الغروب مع الشفق الأحمر، وندخلوا في الليل. إذن هذا كله علاج. لماذا الوحش؟ ما علاقة هذا القسم بأعظم عملية مطالب بها الإنسان أن يقوم بها حتى يكون على مستوى المهام التي كلفه الله بها، اللي هي واسمها تزكية؟ ما علاقة هذا الشيء بالتزكية؟ قل ما علاقة هذا الشيء بالتزكية؟ يقولوا لي مالك. فلكل وقت زين عبادة يتقرب بها العبد إلى الله ويستفيد منها ليزكي نفسه، يطهرها من دنس المعصية والغفلة، ويحليها بالفضائل. ولو لم تكن عارفا بهذه المنازل اليومية والعبادات التي تتلاءم مع ذلك الوقت واستغلالها، ما استطعت ابدا ابدا ان تزكي نفسك، لان الظرف الزمني نتاع العمل ديال التزكيه هو هذا هو. وسيدنا كان يقسم النهار هذا التقسيم، وكان في كل وقت فيه عباده مفضله تستفيد منها وربحك فيها يعظم. نبداو بالفجر. قبل بالفجر شويه راكم عارفين، ما بغيتش ندخلو ولكن ندخلو. قبل بالفجر شويه الثلث الاخير، اش كيديروا سيدي في الثلث الاخير؟ اش كيديروا في الثلث الاخير؟ والمستغفرين بالاسحار. واش ممكن يديروا قبل السحور؟ واش ممكن يديروا؟ إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
يعني كانوا يباتوا قائمين قليل من الليل ما يهجع ماشي ينعسوا الهجوع واش هو إيه؟ كإخفاءة الطير. ماشي سهل الانسان باش يكون ان شاء الله تبارك وتعالى بغي الاخيره ديك الوقيته اللي كيكونوا الناس ناعسين. حنا خلينا بالليل اللي حتى يجي حتى يقسم بالليل الليل رحنا نهضروا على النهار لان سيدي ربي غادي يقسم كل شيء هذا الشيء لان هذا هو الظرف الزمني تاع تزكيه الانفس. اذا لم تستغل هذه المنازل في اليوم باكمله حنا كنبداو لها بالضحى وقعد المسائل اللي كتتعلق بالضحى والنهار لان غادي يجي من بعد النهار ويجي الليل وكل هذه النوع نتاع القسم المقصود منها واسمه ان يلفتك الله الى اهميتها القصوى في التزكيه. فعلى قدر استفادتك واستغلالك واستثمارك لهذه الاوقات بالطريقه التي شرع الله سبحانه عز وجل على القدر الذي تستفيد وتزكي نفسك وتكون اهلا لكي تكون شمسا على الدنيا، شمس على الدنيا. كان سيدنا الشافعي عاش كيقول الامام مالك هو شمس الدنيا. الامام مالك اسمه كان شمس الدنيا وعافية البشرية. يا الله يا الله. اذا بدي ان شاء الله بالاصحاب. اذا هذا السيد كان في الليل كامل واسمه كريم كان قريب ما يهجعون واسمه غادي يدير في الاصحاب. انا حسب لي في الاصحاب واسمه غادي يحمد سيد ربي على ان يوفقه. لا الاصحاب واسمه يدير يستغفر الله كانه بات زين عاصيا. فلماذا يستغفر الانسان في اخر الليل؟ علاش؟ لانه يرى ان الهديه التي تقرب بها الى الملك ربما لا تكون زين على 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 الكيفيه التي يريد الله، اي متلبسه بكثير من الغفله. فانت تستغفر الله تعالى على ذلك التقصير الذي يشوب عبادتك وقيامك بالليل. يا على قلوب كي دايره يا ودي يا سبحان الله يبيتون سجدا وقياما وعند الاسحار يستغفرون. فمدحهم الله تعالى والمستغفرين بالاسحار كما يقول سيدنا الصادقين والصابرين والقانتين زيد والمستغفرين بالاسحار في سورة آل عمران. مدحهم الله ورد ذكرهم في معرض المدح المستغفرين. وانتم تعرفوا الحديث نتاع نزول الله تبارك وتعالى نزول يليق بجلاله في الثلث الاخير من الليل. فان كنت ممن يستطيع الا يخطئ ذلك الوقت فكن ان كنت ممن لا يخطئ القيام في تلك فكن. ماشي تصلي الصباح لا لا واحد نص ساعه قبل توضا وصلي ركعتين واستغفر ربي ودعي سيدي ربي ودعي لخوتك ودعي لخوتك. الله 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 الله. واش شفتو خويا الاستغفار فين كاين ولا ما شفتوش؟ واش شفتو الاستغفار ولا ما شفتوش؟ واش شفتو الاستغفار فين كاين؟ كيف الاصحاب؟ ومنين يجي الفجر واش مدير؟ الفجر واش مدير؟ الفجر واش مدير؟ تقوم باذن الله تعالى الا ما قمتش تقوم يعني على الاقل بالنسبه لمن يريد ان يزكي نفسه. زيد على الاقل فوقاش يستيقظ فوقاش؟ ايوا قولوا لي على الاقل اللي بغى التزكيه نتاعو كتكون كما اراد الله فوقاش ينوض؟ على الاقل فوقاش ينوض؟ هذيك الساعه قبل ما ناضش احنا هضرنا عليها ما ناضش هذا ضروك ما ناضش يعني اخر ساعه يستيقظ فيها من يريد تزكيه نفسه. واش هي؟ هي الفجر هي عند الاذان. اله هو ياذن يقول الصلاه خير من النوم. ولم تستطع ان تلقي بفراشك عن بدنك لكي تروح الى ربك لكي تحل ضيفا عليه في ذلك الوقت نقولوا لك كين نسميوك انت كين نسميوك كين نسميوك كين نسميوك ميت. علاش ميت؟ لا اله الا الله. انتم جاتكم سهله القضيه نتاع ان الانسان ما ينوضش يصلي الصباح ياك؟ راك تشوف احنا وشحال نهضروا على مسائل كبيره وكذا، ولكن حينما نختبر انفسنا في الصلاه اللي هي اول ما يحاسب عليه المرء ويصليها في وقتها، واحد العدد نتاع الناس ما تصيبهمش في الفجر في الجامع. فين راكم؟ انت كتتكلم على التزكيه وخصك تكون صادق وخص تطهر قلبك وخص كل الله يرحم الوالدين. فين تكون؟ فين تكون؟ فين تكون؟ فين تكون انت؟ فين تكون في الفجر؟ فين تكون؟ فين تكون؟ سيادي رضوان الله عليهم الى تؤخر بهم
المقام فإنهم يستيقظون على الأقل على صوت الأذان. الصلاة خير من النوم. وشوف الإلهام الرباني الذي ألهم سيدنا بلال. كان سيدنا بلال كيف يذن على الصباح ياك، واحد القيسي يذن وسيدنا بناس له هاي ناس يعني راك عارف راك يقوم الليل كامل. كي جا تما قال له يا رسول الله الصلاة خير من النوم الصلاة، فاستيقظ النبي فقال هكذا زيدها في الأذان تاع الجمعة هكذا. راه ربي ذاك الناس الله أخذ نفس النبي لكي يزاد في آذان الصبح، ماشي غير جاتك تقول له الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم سي محمد خير من النوم. علاش قولوا لي الصلاة خير من النوم الفجر؟ علاش؟ شكون يقول لي علاش؟ يقول لي علاش؟ يقولوا لي علاش يا الله؟ علاش الصلاة خير من النوم؟ يقولوا لي علاش؟ لأن النوم واسمه هو تلبية حاجتك، والقيام للصلاة هو تلبية من خلقك، ويريد لك الرفعة، ويريد لك الكرامة، ويريد أن يلتقيك. فلو أن ملكا طلب منك أن يلقاك في ساعة مبكرة، وأن الله وأن الملك يعطي الهدايا على قدر تبكيرك، فإن تلك الليلة لن تنام. فكيف وبالملك ملك الملوك سبحانه خالق السماوات والأرض يقول لك عليك أن تقوم بين يدي لكي أكرمك وأرفع قدرك وأزكيك وأطهر قلبك وانت ناعس؟ والله سيدي لا حشومة الشباب ولا حشومة. تعرفوا هذيك جولدا ماير والاخرين، لقيت اللي منين دخلت في 67 انتصرت على العرب في 6 ايام غير 6 سوايع تحركوا فيها 6 سوايع، فدخلت الى غزه والى الضفه الغربيه والجولان ودات سيناء يعني في 6 سوايع. المهم سيدي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قالوا لها راه غادي العرب غادي يخربوا وغادي وغادي يديروا وغادي. قالت لهم لا، وجاب لها واحد الحديث قال لها قرأ سيد النبي صلى الله عليه وسلم ديالنا راه كيقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. قتلوا قال المسلمون وليس العرب. وكانوا يقولوا دائما أن هذه الأمة لا ينصرها الله حتى يكون عدد الوافدين إلى المسجد في صلاة الصبح على قدر عدد الوافدين إلى صلاة الجمعة. إذا رأيت المساجد تمتلئ عن بكرة أبيها في صلاة الصبح فاعلم أن هؤلاء يرغبون في الآخرة. اللي يعطينا غير الشخير ما يمكن شيء تكونوا منه أولئك الذين يصطفيهم الله ليجري عليهم هذا الخير نتاع التمكين للأمة. هذا الأقل. واش أمة قاطعة الصلة نتاعها بالله تبارك وتعالى أتنصر؟ كيف يمكن أن ينصر الله تعالى من قطع صلته به سبحانه عز وجل؟ ما يمكنش. الناس عطيها الشخر في الوقيتة. كاين اللي يظل مقصر على هذا الشيء تاع مواقع التواصل، كي تقرب الصباح يضربها بشخرة. كي دار هذا الشيء هذا؟ كي دار هذا؟ كي دير تزكي انت نفسك؟ وسيدي ربي يقسم لك بالضحى ويقسم بكل هذه الامور. راه غادي يجي واحد الصوره راه من قبلها غادي كاين القسم بالفجر. انا غير ندير والفجر وليالي العشر. راه تعرف هذا الحزب 60 كلشي الاوقات قسم بها سيدي ربي. علاش؟ لان المقصود نتاع القران المكي هو اسمه تكوين الانسان الذي يستعد للتضحيه بكل شيء لنصره الاسلام. يبقى غير الاخيره وحب الله تعالى، ترسيخ العقيده في قلب هذا العبد الذي يهيئه الله لحمل رسالة الإسلام. الصلاة خير منا ما أخو نوض. وثانية من تنوض قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قفا كل نائم ثلاث عقد فيقول عليك بليل طويل في الصدر، عليك بليل طويل هنا، عليك بليل طويل هنا. انعس انعس وارقد مع راسك وتهنى
قال لك النبي صلى الله عليه وسلم منين تسمع الصلاة خير من النوم، فمن ذكر الله انحلت العقدة الأولى، ومن قام من فراشه وتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا خرج من بيته قاصدا المسجد زيد وصلى صلاة الصبح في الجماعة انحلت العقدة الثالثة وأصبح نشيطا. أما الأخر اللي ما داش قال له صلاة خير منه، قال حتى الناس سمعتك ما تقول فيها، واش بيدير وما نض حتى طلعت الشمس. قال له النبي ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ولا مرحاض ديال إبليس، لأن ما يحب شيء باش يسمع الصلاة وخير من النوم. واحد السيد سلم أمريكاني عمره ما ترك الصباح، وما كانش نموال في نوض ذاك الوقيته، أش دار؟ دار ديك السرسالة فين دارها؟ فين دار؟ دارها فاش؟ في الحمام، وعنده الصوت مجهد، خص منين ينوض لابد يمشي غير للحمام باش يطفيها، يكون ضرب فيها، أما اللي غير تكون حذاك يعني خصك ديرها بعيدة، لأن القضية قضية جد ماشي قضية تهز. النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لك شوف من غير خرج غير خرج مع الصباح باش يصلي الصباح، وقال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، زين أيده الله بملك يحمل الراية ويقول له هديت وكفيت ووقيت، فتأتي الشياطين لاجتياله أي لتحريفه عن الطريق، فإذا بالذي يصل مسرعا يعود إلى الشياطين من تلامذته فيقول ألا لا سلطان لكم عليه، فإن الله هداه ما عندكمش، ووقاه ما عندكمش، وكفاه ما عندكمش، من يتفوتوا لا الهداية ولا الحفظ ولا الهم، كفاه هم الدنيا والآخرة ووقاه من كل مكروه زيد وهداه إلى الطريق. الهداية والكفاية والوقاية هذا غير خارج الصباح، بغيت تزكي راسك الشيطان لا سبيل له عليك. اما الا صليت الصباح كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح زين فهو في ذمه الله. انا يعجبني واحد الكلام كيقولوه الناس، يقولوا كيف تضيع هذه الصلاه وفيها ثلاث كرامات لم تجتمع لاي صلاه الا لها، واسمها هي الاولى، واسمها هي الاولى الأولى واسمين أن ركعتي الفجر اللي هي النافلة خير من الدنيا وما، هذا حديث صحيح، ركعتي الفجر مش ديال الصباح مش تاع الظهر، ركعتي الفجر خير زين، شت الدنيا من اللي تنوض وانت تهجر وانت تجبد وانت تخدم وانت تجري وانت تكذب وانت تبيع وانت تشري وانت تدير وانت تدير وتلهث وكذا، ركعتين تاع الفجر خير لك من استمرارك تماما تماما في طريق طلب غير الله الحياة كلها كلها وانت تطلب هذيك الركعتين خير لك بكل شيء. واسمعت والثانية واسمعي ومن صلى الصبح في جماعة زيد فهو في ذمة، والثالثة واسمعي شكون هي الثالثة زيد خليني هذيك نور من تكون خارج باش تشيل من الشائنة ايوا في الظلمات بالنور التام والخيانة، يعني نتكلم على داخل الجامع الثالثة واسمها وقرآن الفجر كان مشهود. القرآن يا خويا اللي يقرأ الإمام مع الصباح كيحضروا الملائكة، كي يديروا يحضروا الملائكة؟ لأن الملائكة تنزل في صلاة الصبح، من يكونوا مصطفين يصلوا صلاة الصبح ويطلعوا مع العصر فيسألهم ربهم وما يمشوش من تما حتى يسمعوا القرآن ديال الفجر. تعرفوا الملائكة يسمعوا يبقوا يسمعوا قراءة الإمام في الفجر. يا ابن عمي يا الإمام ما يستشعرش من يكون يصلي الصباح باللي الملائكة راه تسمع له؟ هاي القراءة نتاع الصباح هي قراءة فريدة. أنا ملي كنت نصلي بالناس الصباح بعض المساجد يعني ما كانتش تجيني الصباح بحال الآخرين تماما أبدا، لأنك تستشعر بأن الله أرسل إليك الملائكة في ذلك البيت من بيوت الله ليستمعوا إليك القرآن، فإن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ضيوف الرحمن ويعرفوك ويبقوا يعرفوك، ولو كنت تعرف تقرأ
يتمنوا يسمعوا لك ويتمنوا كاع ما تكملش. الله اكبر الله اكبر. اذا هذا الفجر هذا الفجر هذا ومر الفجر واسمه كاين واسمه مر كاين واسمه كاين زيد واسمه كاين مر الفجر واسمه كاين صليت الفجر واسمه بقى لك ايوا باقي لك زعما من الفجر غير الشرق واسمه الدير واسمه الدير ان شاء الله تبارك. قال عليه الصلاه والسلام من صلى صلاة الصبح وجلس في مكانه الذي صلى الصبح يذكر ربه يقرأ القرآن يذكر ربه حتى طلعت الشمس شرق وصلى ركعتين كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما مشيت للحج ما سجلت حج ما خلصت فلوس ما او رب رب رب. والله يا اخوتي انا ياسي المصطفى الامام تاع السي كي اسمه ندار مولك ندار. والله اخوتي انا اكثر من 40 سنه عمره ما ضيع الشروق. والله اخوتي انا عمرو هو اللي يجيب لهم السفنج ها يفطر هو ها ها استنقع ندخل تعليم اللي كان يموت جامعة أملا دخلت عليهم اللي كان يموت منور ومستنشر هو الحصول سيدي وما يطلبش الماء. قالوا له الأهل ديالو زعما اللي يكون في هذه الحالة يبغي الماء قالوا له نعطيك الماء. قال لا إنما يطعمني ربي ويسقين. والله العظيم والله ما طلب الماء يسقي الله يا الله يا الله. واحد من العائله اللي جاي يموت قالوا له يا الصبليون مسكين مشى تما يدير العمليه والمهم هو كان يشوفوه ولادو كل خطره يقبض اليد ديالو كان ما يتركش صلاه الصبح. واحد الصديق عندي ما يتركش الصلاه فما يا ملي يكون هكذا في واحد الالم شديد لان مات بالسرطان ويدير هكذا بسيف يقول اش مقدور. قال لهم انا كان ندير الدعاء نتاع النبي بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجمع. وتقول له بنته ابا راك شفيتني ما تاكلش. قال لها لا يطعمني الله ويسقي. الله اكبر مات هذا الشهر الفايت. الله هو الذي يطعمني ويسقي ها ما يعني صلينا على وراه دفنا ان شاء الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف الناس يعني في فين توصل. لا اله الا الله كي يصلي بنادم الصباح ويجلس واسمه هذه هي اللي ما نقدروش نديروها احنا. سعدات اللي يقدر يديرها. انا يقولوا لي علاش ما تجيش دير الرياضه مع الصباح وبعد على الغد دير وتجي. نقول لهم هذوك الوقيت نكون مشهور. انا اش تعرف واش شغل؟ لانه كلشي يلغى لك في الليل، أرواح في الليل، أرواح تقصر في الليل، أكل في الليل، إلا نط الصباح راني مخير، وإلا نط الصباح خصني غير نصلي ونولي نشخر، وإلا ما غاديش نقدر نجي ندير لكم الدرس. تخيل البارح ما نعسش، يا رجل، واليوم اليوم النهار كامل كان من الجنازة ومن الجنازة ولينا كيولينا صوت الناس في الدار وفي الدار هذاك كل شيء وهذاك خصني نديرو باش مور العشاء نمشي عند ثاني عاود كاين شي واحد بغى يسلم وكذا وغادي تولي حتى الصباح ما تقدرش. إذا شوف إذا شوف اللي يقدر يدير هذا الشيء اللي يقدر يصلي الصباح ويدير يعطي له الله تعالى واسمه ثواب حجة وعمرة. النبي قال تامة تامة تام. شو الزكية يا وليدي؟ شو الزكية؟ شو الشمس وضحاها؟ احنا مازال ما وصلناش للضحى. الضحى وبعدها وبعد وبعد الشروق واسمه غادي بدي واسمه؟ الضحى. ضحى الشمس. الشمس من اللي كانت بعيدة وتفجر الظلمة يبدي الفجر. كيبان مزيان الصباح. كطلع الشمس الشروق مور الشروق من الساعة واسمه هو الضحى. الضحى واسمه تدير فيه هو أطول وقت لا يصلي فيه الإنسان المسلم لأنك يجي العصر والمغرب والعشاء في الساعة. ها العصر ها المغرب ها العشاء الظهر ها العصر ها المغرب ها العشاء
أربعة تاع الصلوات وشحال كاين فيها من ساعة؟ أحسن مثال، حنا عندنا الوحدة ونص الظهر ياك، العصر وشحال؟ الخمسة، أو شحال تاع الساعة؟ يعني تقريبا ثلاث سوايع ونص، ثلاث سوايع ونص، الخمسة الثمانية ونص وشحال؟ ثلاث سوايع ونص، ثلاث سوايع ونص، والعشاء العشرة وشحال؟ ساعة ونص، يعني تخيلت من الوحدة ونص حتى العشرة وشحال؟ ثمان سوايع ونص. من سوايع ونص ولا تسع سوايع ونص، يعني في أربعة تاع الصلوات، تسع سوايع ونص في أربعة تاع الصلوات، حسب لي ديال 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 مول الصباح من خمسة ونص، من خمسة ونص غير الوحدة قل أربعة وشحال؟ ثمانية سوايع ونص، يعني تقريبا الضحى يساوي الوقت الآخر ديال الآخر، فهي أطول وقت يمكن الإنسان أن يغفل، ولذلك قسم الله بهذا الوقت، لأن الناس يخرجوا يخدموا، يخرجوا يطلبوا رزق. يخرجوا كله وكيفاش، وانت واسمه راك دير ذيك الوقيتة، لا بد للإنسان المسلم واسمه هو أن يحن إلى الصلاة، فكانت صلاة ما يسمى بصلاة الضحى. الله صلاة الضحى اللي تكلمت لكم عليها شحال مرة، صلاة الضحى اللي كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الأوابين. ما معنى الأوابين؟ كثير الرجوع إلى الله، لأن كيقولوا يا رب كاع هاد الوقيتة وشحال وما نوليش ربي وما نصليش ربي، هكذا يقول قعد نقيته ونغفل فيه عن سيدي ربي. واش تعرفوا هذا اللي يحب السجود بين يدي الله؟ تعرفوا هذاك السيد هذاك اللي من القائد نتاع ديك الكتيبه في غزه ياك، اللي هو من شكون هو؟ وراك تشوف عنده مهندس فاش في الفيزياء ياك، وحامل لكتاب الله زيد، وامام زيد، ومن بعد واسمه هو؟ وراء قائد خلية زيد، وملي مشى يدير العملية ياك جات الطيارة فقصفته بشظية وقصته في الظهر ياك، واسمو دار في التاريخ؟ أبى إلا أن يستشهد في الميدان وهو ساجد، الشهيد الساجد. عبروا شفتوا هذا الشيء أنتم في فلسطين؟ شهيد ساجد، علاش خدم بالسجدة علاش؟ وشوف ذوك العديان قالوا نصوروه لكي نفد في عضو المجاهدين، وفتلي ندموا لأنهم ما يفهموش هذا المعنى ديال أن الإنسان قصف في ظهره والعمود الفقري مشاله والدم يسيل ويأبى إلا شتو من النظر باش يسجد، صعبت عليه القضية وجاي عاد السجد حتى سجد عاد مشات الروح. علاش السيدي يستشهد هو ساجد؟ علاش؟ لأنه هذا الإنسان يموت على ما عاش عليه. كان يقول عبد الله بن سعد بن أبي السرح: اللهم اجعل آخر عملي في الدنيا صلاة، فصلى صلاة. تعرف شنو عبد الله بن سعد بن أبي السرح؟ هو أول قائد للأسطول الإسلامي في عرض المتوسط على عهد عثمان، وهو الذي قاد معركة ذات السواري، فانتصر لأول مرة على الروم وحولوا البحيرة إلى بحيرة إسلامية بعد أن كان عمر ينهى القادة عن القتال في البحر لأنه كان يخاف على المجاهدين. فلما جاء عثمان رضي الله عنه الرجل الذي يبغضه أعداء الله، هذا الذي سالت الفتوحات في عهده في كل الأصقاع، هذا السيد هذا واسمه قاع هو الذي قاد الجيش وكون أكبر أسطول إسلامي في البحر، أصبح البحر بعد ذلك زد بحيرة إسلامية فانتصر المسلمون في البحر. الله أكبر. السجود أخويا السجود. سيدنا عمر من كان يبغي يختار شي قائد، واسمه كان يختار؟ اسمه يختار؟ يقول لهم: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. الصلاة الصلاة الصلاة. تعرفوا سيدنا عمر من اللي ضربوه صلاة الفجر ياك أبو لؤلؤ وسقط فاروق الإسلام في المحراب، إيوا يا سيدي، وصلى يوم عبد الرحمن بن عوف أقصر صلاة وأخذوه إلى بيته وجعله ابنه عبد الله في حجره ياك يا كسر، ومن بعد يحاولوا ينوضوه ما بغاش ينوض، فدخل عليهم علي بن أبي طالب فقال: مالو ما بغاش ينوض؟ قال: انا غادي نوض. واش قال له؟ الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين.
ولا بلا خيره، ولا بلا خيره. ردت الصلب ولا بلا خيره. وقال وقال: أصليتم صلاة الصبح؟ تفكر. قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لست لكم بعد اليوم أميرا للمؤمنين. قل عمر فقط. اسمع اسمع: ألا لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له؟ ثم بعدك سأل: من قتلني؟ قال: المجوسي أبو لؤلؤ وفيروس. فرفع يديه فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم يحتج بسجدة سجدها لله. خاف إلا يكون قتلوا شي واحد سجد لله، لأن السجود شي حاجة كبيرة. الحمد لله اللي قتلني واحد الكافر يعبد النار عمرو مسجد لسيدها. أحمد الله عليه، أحمد الله عليه. لأن أنا قتلك واحد اللي سجد، يقول هذا اللي كان يسجد وقتلني معناه أن كنت أنا ظالمه. كيفاش هذا اللي سجد لسيد ربي وصبحت لدرجة أنه يقتل مسلم؟ معناه راني درت له شي حاجة كبيرة. نخاف على راسي. لكن الحمد لله الذي جعل قتلي على يدي من لم يترب وجهه للحي القيوم ولو بسجدة. الله أكبر. إذا فالإنسان اسمه هو يصلي ذكر الضحى، وهذا مناش من عوامل التزكية. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم راكم تشوفوا قال: على كل سلامة مرئ زين في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. فذكر أنواع الصدقات: التسبيح والتحميد وحمله كذا 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 كذا. ياك ياك أزيد. وفي التالي قال: وتعديل كلها 360 صدقة. تعديلها اسمه ركعتي الضحى. إذا صليت ركعتين تاع الضحى كأنك تصدقت 360 صدقة. فمن مات في يوم صلى فيه صلاة الضحى ومات في ذيك الصبحية أوجب الله زحزحة جسده من النار. سمعتوا الأخوات؟ ما سمعتوا؟ هذا الضحى. ومن بعد الضحى واسمه كاين؟ الهاجرة. من يقول الهاجرة واسمه الشمس اللي واسمه غادي دير الهاجرة، اسمه دير الهاجرة، واسمه دير الهاجرة. ماذا بدير؟ تتعوذ بالله من حر جهنم. الله تتذكر النار، تقول: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. والظاهرة واسم الدير تهرع لتهدية صلاة الظهر. ومن الظهر إلى العصر واسم الدير قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وتستعيل بالقيلولة على من؟ على من؟ على من؟ على قيام الليل. شحال كاين تاع كاين القيلوله زيد والعيلوله زيد والحيلوله. القيلوله واسمه سنه مور الظهر، ولا 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 والعيلوله واسمه هي بعض اللي يصلي مؤلين على مور العصر، هذه تجيب العله. والاخرى واسمه هي الحيلوله واسمه هي هي اللي زيد تنعس مور الصبح. يحال بينك وبين الرزق والتوفيق. كاين القيلولة والعيلولة والحيلولة. القيلولة هي السنة، العيلولة هو اللي ينعس مور العصر يا كاسي، والحيلولة هو اللي يصلي الصباح ويشخر بحالي شخور مع راسه. ها يقصر، ها يقصر، يقصر يشوف. إذا الحيلولة سمعت أسيدي، إذا العصر كيتنوض العصر واسمو الدير، العصر واسمو الدير، واسمو الدير، واسمو الدير العصر، واسمو الدير. صلي العصر ومر العصر واسمو غادي الدير. زيد اخويا، ها التسبيح: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح والتهليل والتكبير والذكر تاع سيدي ربي سبحانه عز وجل. ها التسبيح، ها ربي سبحانه. ومر ومر العصر واسمو العصير، والعصير واسمو يقرب المغرب. واسمو الدير بحال الجمعه، بحال واسمو غادي الدير قبل غروب الشمس كل يوم. واسمو زيد واسمو الدعاء. اعطي روحك واحد ربع ساعة قبل غروب الشمس. المقصود هذا القسام وارتباطه بالتزكية انك تعرف قيمة كل وقت، وما ينبغي للمسلم الذي يعمل على تزكية نفسه ان يعمله في كل وقت. فلا ينبغي ان يعمل عملا في وقت زين ليس هو العمل المطلوب. خصهاش هذا رفيق ديال التزكيه. راه سيادنا منين يبقاو يهضروا على الاوقات واسمو يديروا فيها بناء على السنه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه القران، كتصير سبحان الذي صمم هذا الزمان
بالكيفية التي تعينك يا عبد الله على تزكية نفسك. الله، أنا ما بغيش نطول فاشي، ولكن وضحاها أقسم الله بالضحى لكي تعرف منازل اليوم وأوقات اليوم وما ينبغي أن ترصده من جهد لتزكية نفسك في كل وقت، فإن لكل وقت في اليوم عمل لا يمكن أن يفعل إلا فيه. ما تديرش أنا هذه الحاجة ماشي ما ودي الحاجة أنت هذه ديرها لي، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك ما تخصكش تصلي مور العصر، كيصلي العصر ما تصليش غادي، ماشي وقت الصلاة تاع النافلة. ممنوع عليك تصلي النافلة ملي تصلي العصر حتى تغرب الشمس، وملي تصلي الصباح حتى تطلع الشمس. ما تصليش، ربي حرم الصلاة تما، سوايا كنت واسمو تقضي الصلوات. ما تصليش منين تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول لطلع الحر، ما تصليش. ثلاثة أوقات سيد النبي قال لك ما تصليش، خمس دقائق. إذن سيد ربي قال لك ما تصليش، لأن علم العصر. خليني بالاختلافات تاع الفقهاء، واش لا دخل المسجد مور العصر، واش ندير تحية المسجد؟ المالكية كيقول لك لا، الشافعي يقول لك لا، لا، كل حاجة عندها مناسبة نتاعها وعندها ديرها واخا حتى مور العصر. ولكن حنا ما يهمناش هذا، احنا ما غاديش ندخلوا في المسائل تاع العلماء، ولا انا غير نقول لكم ولكن متفقين على ان مور العصر ما غاديش تبقى تصلي النوافل. صليت الاخر تبقى تصلي، يا الله زورك اعطيني في اربعة طارق، هذه ما يجوزش. هذه راك دير بدعة، بدعة أنت تبتعد وتبتدع في الدين. سمعت أخويا؟ ولا تصلي الصباح، سيدنا النبي قال لك تجلس تما وتبقى تذكر حتى تطلع الشمس عاد تصلي، وأنت تبقى تصلي مور صلاة الصباح النوافل، ما يقبلش منك ربي. ودرت بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما العبادات توقيفية، الأصل فيها الاتباع لا الابتداع، وإن البدعة أشر من المعصية، لأن المعصية صاحبها ينكسر بين يدي الله ويطلب ربي يتوب عليه. أما من يبتدع فإن البدعة عياذا بالله تجعل الإنسان يعجب بنفسه، ويزعم له الشيطان ويقنعه أنه إنما يريد القرب من الله، يعني انطلق من هذه الفكرة تاع نار على غيرها. أخيرا وليس آخرا من الوقت كمل، ما معنى وضحاها؟ واسمو هي الخاصية نتاع الضحى الواش؟ شدة الحر، هذه تكلمنا عليها، يعني باش نسالكم، ما علاقة الضحاها مع التزكية؟ ونفسي ومزوى قد فلح من زكاه، لا أنا نعم، لا أنا غير نقول لكم كاين واحد العلاقة ما بين الضحى وما بين التزكية، علاقة متينة جدا جدا، واسمو هي؟ أما الضحى زيد أخويا يبدأ زيد بشوية ويزيد شوية ويزيد شوية ويزيد شوية ويجي تسعة ونص تولي الحرارة، والحرارة تزيد شوية العشرة تزيد شوية تزيد شوية وكف الوحدة قلبة. ما علاقة هذا بالتزكية؟ ما علاقة هذا؟ وقت لا، ما علاقتها مع التزكية؟ واسمو هي؟ كما أن الشمس لا تخرج مرة واحدة بشعاعها القوي، وإنما تبدأ بشعاع خفيف، فكلما ارتفعت كلما ازدادت قوة الشعاع. فكذلك عند التزكية ينبغي أن زين أن تتبع سنة التدرج، ما توصلش ما غاديش توصل ضربة واحدة، راه كاين اللي كيبدي ميت ويولي مجهد. عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إن هذا الدين شديد فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. لا أخوتي أنا كانوا شي ناس، احكي لي واحد السيد، واحد السيد سقسى واحد السيد، راه قال له ودي الله يجزيك بخير،
تبلي انت يا، قالوا تبلي انت يا، ما تعملش مع هاد الناس وكذا، علاش ما تعملش معهم؟ زعما راهم يديروا غير الدعوه وغير الخير وكذا. قال له ودي حتى تكبر ودار، انك اللي يكون عنده المنظومه ديالو واسمه وهذاك التنظيم ديالو كيكون ولا يكون عنده اعظم من الاسلام. الا راك معايا، راك خونا، الا ماشي معايا يعني ما الاسلام هو هو المسلمين كاملين، تسمى كل مسلم. ولكن كاين شي ناس يلطوا هذه التنظيمات واسمه يلطوا اصنام من دون الله، والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. هذو اصحاب الحركات الله يحفظ ويستر، كاين اللي الله يحفظ ويستر غير انت ماشي معنا انا نبقى شي هذا راه مسلم اصاحبي مالك انت متخربق هذا. خلى غير هذاك الكلام، قال له ان شاء الله حتى تكبر ودير ما عندي علاش نولي. وملي كبر ان شاء الله تبارك وتعالى وعرف واش موته ترك الاسلام، ترك الاسلام. خص الانسان يكون عارف غير بلاتي، غير بلاتي. دخل معه جابوا لي في الثمانينات للدار لبين ولمين، جابوا لي معهم واحد الولد نتاعهم، قالوا لي جبناك الناري باش تحكم علينا انا الوالد وهذه الوالده وهذا ولدنا. قلت له انا علاش غادي نحكم اسي؟ قال لك اسيدي الله يرحم لك الوالدين، هذا راه كيمشي مع واحد الجماعه يجلس 4 ايام 5 ايام ما يروحش، وحنا مقلقين عليه وما يسمع لناش في هذا الشيء. واذاني انا امه اذاني. قلت له تكلم واسمع راك تقول له. قال لك اسيدي انا كنمشي للدورات وكذا. واخا سيدي. قلت له سي محمد ان شاء الله تبارك وتعالى، هل مشي لا تمشي للدورات واجب اوجبه الله؟ ركن من اركان الاسلام؟ فريضه من فرائض الاسلام؟ واجب ولا واسمه الله؟ بقى يشوف. قلت له جاوبني. المهم قلت له خلي ما بغيتش تجاوب على هذه، قول لي طاعة الوالدين في طاعة الله واجبة ولا ماشي واجبة؟ هو يقول طاعة الوالدين. قال لك ربي اشكر لي ولوالدي رضا الله برضا الوالدين، سخطه بسخطهما. هذه ما عندناش فيها، هذه ما عندناش فيها خلاف، ما عندناش. وهذاك الشيء اللي راك ديرو انت والجماعه باش تبان تما، منعك من الصلاه في الجماعه؟ لا. منعك من شي فريضه؟ لا. منعك من شي؟ لا. هو على واسمه منعك، هو منعك هذا النعاس اللي راك تنعس تما وتحرق القلوب ديالك. لو سخط عليك لما قبل الله منك. عدل روحك مع والديك، ما تكونش مسخوط. لان الناس مساكين. واللي يطيع عليه واحد في الجامعه لان رئيس ديالو ديال الجامعه فاز في نافله ومخلي باه مشوط وامه مشوطه. ما منعكش بالصلاه، ما منعكش بطلب العلم، ما منعكش. لكن انت هذا الشيء اللي راك دير، هذا الشيء راك غلط يا سي محمد. هذا الشيء اللي راه حنا من بكري وحنا نحاربوه في هذه الجامعات، نقول لهم يا اخي الله شركم، واش بغيتوا تولوا ارباب من دون الله؟ واش بغيتوا تحولوا هذه الجماعات الى ما يسمى بيس اصنام تعبد من دون الله؟ الى هذه الجماعات وهذه التنظيمات هي وسائل تجمعنا على الدعوه الى الله والمحبه في الله والشجاعه مزيان والتعاون مع كل شيء المسلمين. اما تولي انت تصنف روحك واللي معايا معايا واللي ماشي 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 ها بدعه. اذا تحولت هذه الحركات الى غايات وليست وسائل جيب، فإنها تصير من أكبر دعوة الجاهلية. هذه دعوة الجاهلية. احنا مجتمعنا للإسلام، مجتمعنا لخدمة هذا الدين. وسمعت أخويا، أنا شحال واحد كان يجي عندي بكري، وكنت سبحان الله غير صغير في الثمانينات وكذا، ملي كنت في حفير كيجيو عندي شي واحد يقول لي الناري علاش ما تقولناش أنت راك في واحد الحركة؟ علاش خليتني انا عاد قسمت الخبر باللي انت في ديك الحركه وانا راني مشيت مع الجامعه الاخرى؟ قلت له لي انا ملي كنت نعلمك، انا كنت نعلمك باش تجي عندي الجامعه ولا تمشي عند الاخرى، كنت نعلمك الدين. انا اللي يهمني هو انت تكون مسلم تفهم دينك، اما لا شي واحد يعلمك الدين ويربط الدين به هو ويقول لك حنا حنا حنا، هذاك خرج وخليه، خرج وخليه. غادي تولي الكرب كاين اللي راه ما يقدر يدير حتى شي حاجه، حتى شي حاجه، حتى
هاد السيد غنكمل لكم هذا. واحد السيد بغا الغاوله باش يشريو شي سياره للشيخ نتاعهم. الشيخ نتاعهم هنا في وجده، الشيخ نتاعهم الغاوله باش يشري السياره. كي مشى جاو يقول التلاميذ نتاعو وهو بذيك اللحيه وذاك الطقس هذاك ذاك اللباس القصير وكذا وكذا، قال له تعرف شكون هذا ولا؟ هذا راه يقري في 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 كذا وكذا وشيخ وكذا وكذا، خصك النوطو راك عارف زعما بغاو يعطوها له بار ولا ما. هو قال له ما ودي الله يرحمكم الوالد الله يجازيكم بخير، انا من شفت هذا تبارك الله هو من الحجاز وتبارك الله راه صحابي فلوس صحابي البترول ودولار، خص انا مع انا بغيت نقرش معاه نضرب. يا خويا هذا ما يقدسش الاشخاص الاخرين يدوروا به يرجفوا. الشيخ الشيخ انا كي نشوف شي واحد شيخ قدام الناس ويخليهم يديروا له هكذا نقول له نوض منا نوض منا، سيد النبي ما كانش يدير هكذا، ما ديرش هكذا الغرور. كان انا تما نوضوا من تما اجي لهنا بلاك كونديشن تخرب الحسن سيدي. وزادوا في الهضره قال له ودي المهم قال له سمعت انايا، قال لي حتى بغيت نقول له انتم تما كاع الدين اللي عندكم وما قدرتوا تقولوا والو لهذاك اللي فما كيدخل تما الاصنام والمنكرات وكذا، قال لك الساعه حتى جات تخرج وناض هو ناض ناض وداهم لهيه وبقى يهضر تكمل. قال له حتى نشاوروا، قال لهم يا والله لا بعد عليكم احسن لي شي غادي تشري واحد شي واحد بحال هكا. هو هذا هو التلميذ ديالي بصح، هذا التلميذ ديالي بصح، هذا دا فعلا التوجيه ديالي بصح، هذا هو الله يرضى عليه الله يرضى عليه. مالك انا مالك خجب شنو لك هما يشريو لك انت. وعلى كل حال كملت القضية، كملناها بهذه باش الانسان يعرف باللي قضية التزكية هي قضية واسمو انك زيد بالتدرج بالذي عليك وعرف اللي لك واللي عليك والرب هو واحد. نعم نحن نقدر اخواننا ونحب اخواننا، ما نتكبرش على اخواننا، ما نتعجبوش كذا، نتعاونوا ندعيو. اما تولي عليا بشي خمسه ديال الايات حفظتهم وصافي وتبعت واحد الاتجاه ويعطوك الملايين، خذ ما شئت. قل خدموا بك المشروع ديال بني صهيون صلى الله على حبيبنا محمد. يا الله يا رب الكريم يا رب. كاين شي تعليقات ان شاء الله تعالى كيحضروا لي بزاف ولكن نحاولوا نديروا واحد في الساعة. يا بسم الله يا رب. صافي؟ اسمح لي نتفاهم هذه ماذا؟